تفضل ما تفضل. صابون، شامبوان، كريمات مختلفة، إكران توتال، دهن ضد الناموس والوشواشة، حمير، غبير، خوك رجب واللي تنفرني على الأسواق الأسبوعية حول العاصمة. إدويات الشنوة وعقاقير سنغافورة، بوفاس لفرهد الراس، وبمضة النمر والخلالص والشكاكل، وصبغة الشعر والوشق والداد، وكل ما يتحط في الكانون، إلى آخره إلى آخره. البيت هذه فيها مليونين بش. الكانون الجديد أنا فورا الدار، عطون وريها لك. في البيت هذه المواد الغذائية. طن أنواع زيوت مختلفة، أجبان دنماركية وهولندية، زيوت نباتية، زيت زيتون عال، نسكافيه، قهوة برازيلية، عسل إسباني، روز كارولينا وروز بسماتي، وفلفل أكحل ممتاز، وكل مكان يكون. نحل لك كرتون متر ولا لا لا نعمل لك قهوه نسكافيه ولا تعرفش كيفاش عطوني نعمل لك كسكرو طن وبعد قهوه نسكافيه ذوق العسل ما نحبش ناكل الطن المراره اللي في فمي ما فيش فيها العسل مش قلت لي عندك بيرو وينو خلينا نرتاح سقيت نفخت وبعد عمل لي قهوه ناقصه ما يسالش سمع الطاعه يا نو وسخ عليك الفيستا هذه في البيت هذيك فيستات سيني ما تلبسوش خلاص منك ليهم اش قولك متر دبوا في دار بايسه بعيده عن الانظار Vivons cachés, vivons heureux. واحد ثرثار مثلك ابدا تنجح في التجاره وريني التواليت وين ورمشي عمل لي قهوه في الواقع ما ثم تواليت اما فما اشكال بسيط فما اصلاحات مازال ما عملتهاش لا شاري افون لي بو التجاره قبل التواليت سي توت افي توا
واقف على الساق مليك ولا باس؟ ما عادش نطوق الوقفة، حط القهوة غادي ومشي جيب لي كاسكروت بالمايونيز والدجاج. تحب نمسد لك ساق مليكة؟ شنو؟ بدل وجهك عليا، ما عادش عيني لا بقهوة ولا بسندويتش. وتنقولوا له الهاشم يعرفك، ما عادش يبعث واحد مبهلل كيف كنتي. ما تقولش هكا مليكة، صان نحبك ياسر ونحب ناخذك زيادة، رغم اللي انت اكبر مني في العمر. مانسي لطفي، انا اكبر منك. مش ياسر ياسر عاد، تعرف اللي انت ماكش دنيا، الحلة متاع فمك نقص منها برك. تحب تمسك لي قدامي؟ هذا باي. انا هكا شعمتلك، انا شعمتلك باش تعرف ايش يصير لك وقت اللي تتلغب على واحدة اكبر منك. ايه سامحني سامحني. اوه سالو، شبه الرجل بتاعش في القاع. احليه الرجل كي يبدا يامر حسنين. مرضية باش نقطع رقبتي. جو باغ اون ايطالي. سيء ايطاليا جملة. تعرف ايطاليا ما عادش مش هسهل، والناس ولات خرار مرار عليها، تقولش عليها سوق سيدي محرز ولا القرانة. لطفي امشي جيب لنا زوز كاسكروتات، واحد ليا واحد ليليا. ليليا نجيب لها، اما انتي ما نجيبلكش. لطفي ما تقولش نخدم في السنان، اما راني ترينا في التنس. شو يحكي هذا؟ شامني فيك ترينا في التنس؟ سالو وانا نحلب في المعيز اون كوا ستغار. ريت علاش حب نقلب وجهي لايطاليا من المناظر؟ اسمع مليح، نسالك سؤال، اما انت ولا انا صاحبتك؟ جبنا لبعضنا، هي مازالت تلعب بالعروسه ورد مقلمس، اما رد بالك مشوك. انا جيب بناشيه بيه وانا كريب زيت. امان ما تقولش ليه، ما عندي لطفي. قولي لي برمش على روحك سينو، ورحمة بابا ورحمة بابا تلصقك بكف. مسكين هذاك، فلوس والكل ماشي قهاوي وقطوات على بنات السنتر الكل. مليكة نجم نقعد بحديك 4 ولا 5 ايام، اما بربي ما لازمش محد يعرف لي انا حديك. عايشك مشيت عمتها روما نقرا ونخدم في الاكاديمي بتاع البوزار، وخليت حياه اختي مع امي الله يرحمها، مراه حازمه ما يتعداش عليها. زعما ما في بلاش بحكايه حياه مع المنصف هذا؟ اذا كان ثم حكايه بيناتهم جمله بلكش الفاضل حب يذيني على خاطر وقفت في المعرض بتاع المنصف وفشلت المعرض الرواد نتاعه. لا تقدم هك، سمعت التسجيل اكثر من مره، ثم تفاصيل اللي يستحيل تكون ملفقة. نا يبدو لي مسهلة في منتهى البساطة. أنت مش قلت لي أختك حياة قارية حتى البريمير بارتي بتاع الباك، وهي كذلك مولعة بالتصوير؟ صحيح. هذاك هو، أنت مسافر والعزوز أمك مسكينة غافلة في دارها، صار يذل استلطاف وألفة ثم حب ثم أمر عادي. أكيد أنه أمك ملمة باللي صار، لكنها ما حبتش تعلمك كيف رجعت من إقامتك في إيطاليا، خاصة وأنه أختك تزوجت من إنسان شهم اتطوع باش يسترها ويكتب لبنية باسمه. عندي اكثر من شهرين نتسائل يمشي الحياه نسالها على اللي صار والا لا. يا زينه يا متر من المشاكل، هذا الفاضل اعتذر على اللي صرح به وحلف لي عاود هالكلام. الملجي كشور مهما يكون انسان عاقل ما يرضاش يحير امراه ويهدم اسره على حادثه مرت عليها اكثر من 23 سنه. انت علاش تحرج فيها اختك وتحير لها في الامه؟ انت علاش تبحث عن متاعك؟ المساله مش مساله الفاضل والا الملجي، وانما شرفي المنصف الشارد. انا نعطي بلفته هو يخوني وانا ما اعتبره صاحبي. سامحني يا مد، وش هي اللغه اللي عاف عليها الدهر؟ شرفه ويخوني هذه القيم اغلبها راح، واللي بقى منها باش يروح مع القرن العشرين. اك هو ما حشناش بالقيم، يمشي القرن العشرين بالشرف نتاعه ويبقى حقوق التن كريمة الضبط اللي وليت تبيع فيهم. العون العون، انت خايف من اوهام ما عاد خايف منها حد. انا خايف من روحي. ايوه الحكايه هذه نحبك تحطها بين عينيك، احنا ناس بلديه
دارنا التوا في المدينة والأخرى في المرسى. بالله ما زلت ما فقتش من هالمنامة. توا داركم نتاع المرسى يا ولدي ما وشريها كاسكروتيش. ودار المدينة هيك وكان. على كل حال التوا كي تمشي يقول لهم دار سي عزوز يقولوا لك هيك. فهمتني لله. أما الله غالب على مرض الله. تفقرنا ومشات أملاكنا. لما ذهب يرق يرق وما يتقطعش وتلهى بالتاي نتاعك عايش كبرك فيك. توا بالله علاش هكا يا سيدي هاتي؟ بالله عليه؟ عليه عبدت وصيبت مولك؟ يا زي عفعة طفل. مهدي خويا اش بك ساكت؟ ايش عندك فيه يا ولدي هذيك؟ اش عندك فيه؟ احكي معايا انا، احكي معايا انا ميت. مهدي ايش ايش اخويا اقصد ايش؟ ايش عندي تاف جاتو من البارح ايش؟ ايش يا اخويا؟ ايش على ولدي جيني؟ ان شاء الله ما نتشويش، ان شاء الله ما نتكويش، ان شاء الله ما نموتش يا بابا حتى نحط فرحته. وخاتي 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 ربي يفضلهولي وخاتي يعيش لي ولدي. فهمني عاد ولدي ها؟ نحبك تتفكر اصلك وفصلك. عزيزك بالحسن كان انسبكتور برينسيبال. اما جدك هذاك كان امين البرانسيه في الحاضره، ناس قدم وما ناخذوا كان من قماشنا وما نهبطوا كان على الديامونتا وقتها. اوه يا عايشك يا سيدي. لا 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 تسمع في بوك شو يقولها. انت بالذات تغشينا فيك وما عادش تقصلي على كلامي. تعرف يا مهدي انا وقت اللي فسدت عليك البنيه سندس هذيك والله تنفست الصعاب. ليه تقول؟ ما قلت بنات العائلات يا رسول الله على من ترضى. خير ربي كثير بناتنا اقل وثقل وزين ومنطق. توا هاو ثما اسمها هذيك نبيله بنت ولد عمك الصادق. ها علاش ما تاخذها شيء؟ شكون؟ لك الحوله؟ مش حوله مش حوال خوص الزين وعندها الدكتوراه في القانون. نعم نعم بابا وانا شيهمني في الدكتوراه متاحه. الدكتوراه يا بابا تمشي تنفخها وتشرب ماء مالك اللي مزيل وكل يبقى. بسم الله على ولدي شبيه ياخذ حوله يا بابا. هاي تراه فك على الطفل ونفسه بلا ريق. والله العظيم يسخف اخسر له كيفاش حالته. الطفل من اللي دخل حطيته في تركينه وطحت عليه في محلات الشويهد وداركم وزنقتكم وهذا بردي هذا زيد دردي هذا ما نعرفش شنو هو يزي فك وعف على الطفل. واش الحاله هذه؟ انا والله والله لو كاني منه هاو قدامه هاو قاعد يتصمت فيه لما نمشي لام الطفله كيما قالت زينب اخته. هي والله راهي البنايه كحدها تحب ترجع ويحاول يصفي معاها من الجو. يا ولدي يا ولدي هالغلبه باش تعملي لي ولدي ما خير ولا مشيت لوحدي في الجبل. والله اعلم شنو هي الغلبه اللي باش تجيه. يا ولدي هاو قالك بنت اخت الزيه عينيها تمنى عليه. مو هذاك علاش انا ملي تخلو انا نقري فيه ماني سمعت اللقطه وخايف عليه من بنت اخت الزاي وحده تلويه. اسمعني ام سندس حبيبتي برشا وقريت انا وياها افهمني افهمني. هذيك في المكتوب قدره ربي بقدره ربي انا نعرف كيفاش ناثر عليها كيفاش نفهم. اما بوها هذاك في بايك امشي له انت واعمل معاه طيحه بتكربيسه. فهمت كيفاش؟ امشي تكربس انت وحدك فصل وخيط وحدك كما تحب انت وطفل ما خذيتش رايه. لا 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 كملوا هدرتكم. بالنسبه لي انا كانكم تتكلموا على ولد الجيران مانيش فاهم ايش قاعدين تقولوا جمله. عندي برشا كلام برشا كلام يغلي فيا نحب نقوله وانتوما ما خليتونيش. تكلم يا بابا قو. شو انت شنو اللي تحب بالضبط؟ ترجع لسندس خطيبتك ولا تاخذ نبيله الحول؟ معيش حول ويزي من جبدان بنات الخلق حرام عليك. بربي علاش نعرك والصياح؟ تو محسوب انا ما نعرفهاش نبيله حوله ولا عندها الخوصه؟ تتكلم يا مهدي عايش ولدي تتكلم. تي راهو بوك باش يركب لي دوني. شو اسمعني خويا عايش لي ولدي راني انا نحبك تاخذ قطعه الناس الكل تكشخ فيها. والواه باش نحطها في فيترينا انا؟ انا نحب طفله نكشخ فيها وحدي ولقيتها. بجد بجد يا مهدي لقيتها؟ الحمد لله يا بابا قولي عليها شكون يخليني نزغل شكون؟ تكلم سي شباب تكلم راهو الدم باش يطلع لي 22. ليليا من سوء حظكم. بنت اخت الزيهي؟ ليليا يكبك بوبك يا مهدي تفضل هدرب من جد يا وليدي تفضل عليا يا سيدي وضل عليك شو نقول لاهلي شو نقول لعائلتي؟ مهدي مهدي اسمع الكلام هذا يا راهو وهاللعب هذا بتاعك باش يهز واحد منا للجبانه راه فهمت ولا لا؟ ايوه عاود عاود شو قلت شكون؟ قلت ليليا بنت اخت الزاهي ليليا اللي اعطيتوها تريحه وقطعتوا لها شعرها.
ليل يا بنت اخت الزهر. مالنا مصيبه مصيبه حلت بينا. ايش ليها اخونا وانتم وصلتم تسمعوا لسقيفه البلاص؟ هاني باش نبرد دمي، هاني باش نمسك اعصابي وبدل ساعه بساعه اخرى. اما عندي شرط واحد، هو تبعد على بنت اخت الزاهي تماما مره واحده. يعيشك يعيش ولدي، يبارك فيك. رانا ماناش في مسرحيه ولا في فيلم باش البطل في الاخر ياخذ الخديمه بتاعه، فهمت ولا لا؟ انا الطفله ما نكرهاش، اما الله يقوي سعيدها على غير دينا. عرفت تخدم خدمتها ليلونه كما يقول هو، وحده فيلجير. كيفاش ليليا فيلجيره؟ كل شيء فيها فيلغير، مشطتها، مشيتها، ترخيمة عينيها، كلامها، اش تحب اكثر من هكا؟ وحدة قهرة. اسمع ماتي، ما تقولش انحياز لاختك، انا لاحظت عليها كذلك اللي عندها لوكوتي اليوموز هكا والعياذ بالله. وهو سي الهيدي، منين ليك شيء هذا؟ انت من وقتاش تفرق في النساء؟ ما هو لو كان ما حطوكش خرطة في رقبتي راني نفرق فيهم اكثر من هكا. كملتوا تعليقاتكم؟ قطعتوا ليليا وريشتوها كيف ما حبيتوا؟ وسامحوني عاد نقول كلمة معاكم. الصورة اللي عملتوها لبنت الناس والشخصية اللي عطيتوها لها ما هي موجودة كان في مخاخكم وفي قلوبكم. علاش ليليا فيلغير؟ على خاطر نظيفة في بدنها وشوية كوكيت وتحب تزين؟ هي لغ. فما ناس زعما عاملينه جايهم مغسول بالماء والصابون، وهم على خاطر نظرة الناس الآخرين لها ما تهمهمش. ما يهمهم كان الهدف اللي يحبوا يوصلوا له، لا يحمروا ولا يدبغوا، اوكي، اما الفلقاغتي عندهم في الروح، في القلب، في المخ. ليليا، ليليا روحها بسيطة، طبعها تلقائي، تضحك، وإذا تبكي فيسع ما ترجع تضحك. أنا في الدار هذه تربيت في البرد العاطفي، نحي درساف، هذيك حنينة وقلبها باهي. أما الكلكم هنا عندكم الجيفر متاع الفريجدير على قلوبكم، وكل واحد منكم عايش مع الآخرين على مصلحته. هيا بلا عقل تعيات راه. شنو هو ولاد عندنا جليده في قلوبنا احنا؟ ولا ليليا نتاعك قلبها يتشتش؟ من فضلك بابا خليني نكمل كلامي. انا من اللي عرفت ليليا تبدلت، ونحمد ربي اللي تبدلت. هو ولدي من ناحيه تبدلت ها وشي ظهر وانا نغضله من غير ما تقول. ما وراني راهي تكتب له وتوكل فيه، الطفل مسحور. هيا الفلقاغيتي اللي متاصله في الروح، اللي يحب يغرق كلبه يقول مكلوب. انت زعما قاري الطب والمنطق العلمي وتتكلم كيما مرا عزوز من اول القرن تدقز بالكارت وتمن مضربين الخفيف. انت تافه ومتخلفه وتحب تحوز وتملك وماخذ عزيز جايبك تطمع. تحشمش على روحك ليليا، تشرفك وتعرفك وشب منك، وانا باش نخوها وانت موت بعائلتك.
ريتش ليليا هالنهارين. ليه؟ عندي يشهر ما ريتهاش، علاش تنشد عليها؟ مازلت تحبها ليليا؟ أمان مليك، أنت تنشدني سؤال هذا، كان مازلت تحبها اش قاعد نعمل معك هنا؟ غماغك، أنا ما يهمنيش مازلت تحب ليليا ولا لا. يكفيني كيف نتقابلوا دو طون زون طون في القهوة. تبدا تحكي لنا نسمع فيك. صوتك يعجبني. إش بيني مطرب عندها ليه باش يعجبك صوتي؟ وشنو الهدر نتقابل؟ أنا سيريو كيف قلت لك نحبك معناتها نحبك كلمة رجال. أنا مانيش نرضى بصبعي وحدين. ليلي حلالتها. وأنا خليقة وراس. زيد أكبر منك. إيش نعمل العمر يعني؟ إيش نعمل القلب؟ يعني طلعت نحب العزايز. حسر عليك عاد. مازلت ما ولدتش عزيز. أنا نخاف نزيد نقدم معاك ونغرق. ياسر بنات مقلجين عليك وحدين. ساعات نبدا نقفل في البوتيك ونراهم ورا شي يخوف. كان نهار نبداو معرسين مثلا متعدين في الشارع تعرضك واحده منهم تضحك معاك يمنيت يمكن تطيح لك ساكته على البلاصه يا وخي من فم البير ولا من قاعه. انا مغيار الحق وكل امراه ماهيش مغيار على رجلها. عندي انا ماهيش امراه. يحكم فيك ربي. شنو الروايه اللي الفتها؟ هذا كل ليليا تخوفك؟ يا اخي ما هي صاحبتك؟ مانيش خايفه من ليليا. دايوغ ماشي على روحها لايطاليا. ولا راحه. في باليش؟ شنو عندها مطعم في ايطاليا؟ ولا مطروشه؟ برا 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 برا. وانا نقول تنشد فيا على ليليا ريتهاشي. امان مليك تصرف فيا على راسي بلكش رجعنا لبعضنا. قول حاك محسن. منين طلعت بيها طلع؟ انت تشك وتقرا فيا النقص وماشي في بالك انا ليه اللي رجعنا لبعضنا. بس يخزو كيفاش نشك اللي تحب ترجع ليليا؟ هي تحضر في اوراقها عرفتها الطليانيه بعثت لها فاكس تطلع بيه في البيزار. هالايام دايا غيكش حذايا في الدار. اعطيني دوني اش مجبدني في حكايه ليليا. باهي باهي هيز بلا تخرنيل. مانيش جيت باش نكري بيت. جيت ننشد ثماشي حد يعرف الادريسة الجديدة متاع الرجل. قاعد اللوج على صاحبه زاد. اوهو اكيدون مزورة فارغة. استعدوا. حد ما يعرفهم فين. سامحني يا خويا. سمعت. لو كان تعرف شو مجهم عليا رجوع لعيبة المغراوي. تو برا عاد الحصاد والسواد والمدير. وعليه السواد والمدير؟ حتى تكلم على نعمة ربي. أنا ساعة نعرف لحبيبي في الحكم يحسدوا. بلاي سكت عليا. اللي جريت عليه عمري كامل ما حصلت منه شيء. النويرة اللي زرعتها حصدتها الموت. سامحني يا ميمتي، هذا عاد تو الحق كفر بنعمة ربي. تو قرر موليك وخويا المنصف راهو كاتب له باش يموت. وشنو اللي ريتني عملته لله؟ باش علمني. كم نعملوا غطسة في الحمام معاش بكري. هو كريت مهدي مظهرش وخليني محير. متوعدين باش يجي البارح ونتفاهموا وقتاش يولي يروح بي. انشد عليه ولدك الهادي خدرته بزايد هذيك ونخاف نضرب له تليفون نطيح على نبيها نتاعو ولا نلفح بنته زينب. ليه تعرفش كيفاش تو كي نطلعوا للبيت تو نكلموا وين وننشدوا على المهدي. قوم تو بركة النهار راح على الخطي. يا ريتني شوار عمري نايتينك يا ريتني عرفتك من زمان من زمان. ما كانش امل في حياتي اتهد ما كانش الدمع جرحني ما كنتش هعرف احزان احزان. ولا كان دكتور السوري شميز ياسر هذاك عايشة تحفون. شو عندي موديل اخر ياسر حلو تحب تقيسوه؟ خذوا من الزوز نعمل لك سوق.
ايه انا راجلي باش نقولو باش ناخذ شميز واحده يلزمني نختار المناسبه ونختار كلامي ويبدا هو زاهي والجمعيه نتاعو ربحت تحكي حكايه كامله. حديد امشي استناني في القهوه المعلمه كان جيد لما تسودي تغزل كنت تشوف راجل قاعد بحذايا ايه برا تلهب المراه ومن بعد عندي ما نحكي معك. نعيش يقتل عليك الريكلام يا مدام. اسمع كان جيت كيف راجلك لما نشريت في البوتيك بكل ايش فيه يا سيد؟ ايش بيك تكحرني؟ ايش عندي قلت لها؟ ايش بيك؟ هبلت؟ ايش مكلمك فيها المرأة؟ تعملي لي كان جيت راجلك هي زبلاريق قدكش كومبليكسي كيف الأوروب نورمال ياس واحد يجي المرأة قدام راجلها يقولها ما حبيك شنو هو المشكل؟ زيد ما فماش فايده طب طيرتها لي اني مروح. ايش قلت لك انا؟ نمشي للقهوه استناني تو تجي المعلمه نقولها عندي قضيه ونجي. ما نجمش عندي ما نعرف. اوه علاش توحشتك برشا؟ توحشتني العمر مازال قدامي. اسمعك يا ليليا راهو انكار ليليا شبيه؟ حتى شيء ريحت لي قدري قدام الرجال حبت تمرمدني وان بلوس سالها فلوس. انت تسالها فلوس؟ اما تكذب فيا بو باهي تكلم اش تحب عندها؟ تحب ناخذ فلوس وحدين ما تبداش. ليليا ماشي على روحها واخطاها. اش معناتها؟ معناتها انا نكت تحبش تعاوني. اوكي هاني مشيت. واحد دين فكري انزعني. واحد دين استنى تقابلوا بعد. مبروك مدام. بطلت ماني شارية. نوير ما عجبك؟ عارفني فيها السيد اللي كان قاعد حذاء. عربي امشي للطاهر بوجمال قول لي يسكر الكواري ويروح. قول لي صبح الصباح بكري يبيض مخزن القمح وانت اهبط تو جيب جير من الفيلاج وبيته منفخ خف روحك. التراكتور ما فيش لي مضغوط ما وصب ليه من عندك انت وكي يجي مهدي تحاسب معاه. لا لا بي لا ما عنديش ومانيش مطلوب. هاك صب وجيب فاتوره. بارك مهدي خلى لك سوارد؟ لا لا حنانه ما خلليش. تعطيت العربي باش يصب المزود تعطيني 30 ولا 20 دينار. لا فرانك ما نتكسباش والسراح تتمتع بفلوسي. اه من هم السراحه سي عزيز؟ لا لا كان كراج عاودها. لا باش نحسن منك يا سي مبارك. السراح انت وساسيه متاعك وسي مهدي. اي زيد وشكون الاخر ثاني؟ والطاهر بوزماله الصباب هو سنة سارح كيفكم. هذا ذاك الصباب بتاع جدك عروسية صافي دير عروسية تتلحقها على السراح. إلا واشي في أكبر سارحة هي اللي تخدم في الرهوت اللي كيفكم ومكلنا يا حقي. أه على الكلام ذا والله العظيم حلت فيك كعبة بين العينين يا ناقص. أه مبارك فك عليك من مشاك. سايب العربي سايب العربي ما تخافش ما تخافش العربي ما زلت بعقلي سايب. حبيت نذوقه واش معنتها واحد يشبر فيك السلاح. مبارك ما تنساهاش هذيا. مبارك العربي هبطني معاك للفيلاج حب نعمل قهوه عند ولد جهله. حاضر عربي من الجمعه الجايه العربي باش يولي الشيف بتاع الخدامه ومبارك باش نحرق لها معمرته ونساعته. زيدوني تمحوني زيدوا على ما فيا لله. مسيك بالخير. مسيك بالخير خويا تفضل. مربي فما واحد يسكن في الحومه هذه يقولوا له الزاهي. الزاهي شليحي. الزاهي شليحي؟ لا لا ما نعرفش هالاسم هذا سامحني.
بارك الله فيك. عايش. 500 جنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ليلي. بربي نحب نسألك على واحد اسمه الزاهي شليحي، قالوا لي يسكن في المنطقة هذه. والله وليدي ما نعرفش واحد بالاسم هذايا في الحومة. سامحني شي خدم. شوف شكون لك قبل يظهر لي كان مصور. فهمتك. تحب تقول يصور في العروسات؟ نجم تقول رجل نظيف ومثقف. الحقيقة ما نعرفوش، سامحني. ثم واحد يلبس مريات وعنده مصورة قديمة في رقبته في حومة السبالة لوطة هذا. يسكن عند عمك عمار كريد وبيت. زعما هو؟ طعم زيت نجم تهزني ليها؟ عايش بارك الله فيك. بارك الله فيك. سامحني عاد في القلق هذا. ايه يا راجل فما حتى مشكلة في الدنيا. عايش. يام يا عايش كي هديك يبارك فيك اجعل منك. الواهي الصياح هذا الكل. يا رسول الله انت برا كبيرة توا تمشيش تقطع لك عرق على اللي يقدر ولا يبني. يامي. نعم. انت لهاتي عروقي كثر خيرك. اسمع امي كانت قطعوا لي عروقي ما تكون كان انت السبب. تنوي نعرف عليه مادي يا امي تراوي لوق هذاك الله اعلم به ويقطع الرقبه هامل في جرة تكاليل بتاعك اللي متنيه بها بشويه يا امي يا رسول الله افتقم لي وطمن وضمي. لا تنوي نعرف عليها توا وين مشات توا هكا امي عشاي صحصحني بالدعاه في العمر هذا وتعلق علق انت هي السبب. نعم بابا انا هي السبب. نعم انت هي السبب. ما بعرف يتسلف من عندها ما يزينيش يولدها اللي يطلع لي من زرعه الاخرى زاد هاو بشوال يسيبها جمله واحده. والله قضاء يا والله قضاء. عمار ونعم السيد هذه لوجه المصور اللي يلبس المرايات تسكن عندك الفوق. عالسلامة ولدي. عالسلامة لاباس. تحوس على الزاهي. اي راني ديما نقول له يا الزاهي يمشي قد قد يا الزاهي يمشي قد قد لازم اعمل عمل. سيادتك من الشرطة ما؟ لا 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 مانيش من الشرطة والزاهي ما عمل حتى عملة انا قريب وحاجتي بيه. هيا به ملات كيف انت يا ولد عمه راهو مشاهدي بشهرين كرم تاع البيت الفوقانية هذا بيت كيف نية تعمل 66 كيف راهي عندها منظر على تونس الكل. نقول لك الحق يا وليد عمي راني غزيت لها المصور لكن تدلدل في عنقه. اتكلم يا جلال واش نعمل وحتى انا لقيتي غبزة لقيت المصورة في بيته غزيتها. عندك حق عم عمار. مش نعمل تو بالمجد زي هذا مصور تشكيلي باهي بيناتنا امور مفرحسة برشا في الامان. بارك الله فيك حسيب غير مزيع. سامحني. نعم. ازاي قد ايه تسالوا فلوس؟ ما هو شهرين يجوا 70 دينار. 70 دينار. تفضل سيدي هما 70 دينار. والله يرحم والدي ويخلص وحدك. يا سيدي لا ما غير مزيع موسك. لا والله مزيع كبير. هيا مالا كيف هكا خلي تو انا نعطيك المصوره نتاع العزاي. والله ما عندك علاش تحلفني كيف غزيتالي. والله غازني حاله شفت هكا متاثر شويه سخفني. اما اش نعمل الله غال. اما سامحني تعمل مزيد. نعم وقت اللي ترى الزاهي كل لازم يتصل بيا. ها اسمي يا الله يبارك. ما تنساش يا عايشه. الله يبارك. هيا استنى دقيقتين نجيب لك المصور. بارك الله فيك. سامحنا في تعبك. بارك الله فيك. قديش الوقت توا؟ الميش تنشد على الوقت، ارتاح على روحك، اليوم نهار أحد، حاب نجيب لقهوتك الفرشة؟ أوي عايشة وخيتي، مقوى سعدي. قولي، وقتاش الطيارة نتاعك؟ مازال، 6 نتاع العشية لازمني يكون في المطار. تعرف، ما
نصب سافرت في بابور بحر سي بلوس انتريسون. مرة أنا ومدام بلاسكو مشينا لجي تبدا الدنيا تبعد بشوية بشوية سيدي بالحسن وبعد حم لنف وبعد سيدي بوسعيد وبديتنا بكينا بكينا بكي. أما في الطيارة ما عندكش الوقت باش تبكي، روما ساعة من هنا لغادي بعد تنسى كل شيء. ماكش باش تقني قضية تهزها معاك؟ شريت كيلو ملوخية لمدام بلاسكو تموت عليها وخذيت طريف حلو بوغ سي نوفو قهوة. تقول لي عاد شكون باش تتوحش من تونس بخلافية؟ وشكون قال باش نتوحشك أنت؟ باش نتوحش خالي الزاهي، قالوا لي مش قد بعض دايرني بالو سؤال. أنا بيدي بديت ندخل ونخرج في عقلي، ماما نتوحشها تحبنيش برشا، ماما عروسية بتاتخ، عزيزة كمان ان بو، ما نعرفش علاش دايوغ، مهدي أحسن واحد فيهم، تعرف كان ما جاش محدين راني خديته. هاو ما زلت تحب محدين ريتا؟ نكرو 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 وما عادش جبت لي عليه سبب هجتي. يا أخي أنا جبت لك عليه، هاك وحدك تهتري باسمه. كيفاش تحب قهوتك أنت؟ طابع. إنه زمن غريب، زمن أتحول فيه بأكمل إلى عين كبيرة تمسح الأشياء. إنني أنجز هذه الأيام أجمل ما حلمت به من صور، وحياة بجانبي تساعدني. كيف السبيل إلى مفاتحة أمي بحب العظيم لهذه الفتاة الرائعة؟ أدخل. زينب عشرتي هز دي دارم تاعك، دي دارم تاعي وفيت، خوذو ما تفرغيش عشرتي. سكر الباب. إني خائف، فعروسية صعبة الميراث وأحيانا مخيفة، ومع ذلك فلا بد من الإسراع من أجل حياة ومن أجل الذي يتحرك في أحشائها. مشات ميكا انتاري ميديكا. مرسي ميديكا. ميديكا أنا عم تعرف مشيت شلمي، كان نحكي لها عن المشي نتاع ايطاليا تتعمل نهار، نحب نعطيها طرف فلوس هزهم 500 دينار. واه وينهم؟ شنو مالي وين؟ الفلوس مليكة الفلوس، الفلوس وتسكرت الطيارة والباسبور الكل، ما فما شيء ومشيو. اسمع مليكة، البارح نحسب فيهم الفلوس ونعاود ونرصف في الأوراق. سخطوه ما تقوليش هزيتهم البر، يا اخي من عندي مشيت. نحيتك علي اش تحب تقول يا نانا؟ معناها انا نحيتهم لك مليك. الفلوس ما يكونوا كان هنا، وين عندهم شيء؟ وبابا ما كان انا وياك في الدار. شنو هي الحكايه؟ شنو ولي دخلتك للا وليت لي عله وتزيد سرقني؟ سي با بوسيبل ورصفتي سي با بوسيبل. باهي مليك، خذهم الفلوس اللي باش نهزهم لامي. أنا عايشة أختي، أعطيني الدوفيز والباسبور يفضلك نبوس لك كيسك. سمحوني يا يدي، ما الحكاية باش تباصيني؟ أخرج عليا ما تقعدش تنفز عليك الجيه، سامحني برا. أعطيني فلوسي يا مليكة. سيدي أعطيني فلوسي. قلت ما زلت عمرك. قلت لي أعطيني فلوسي، أعطيني فلوسي، أعطيني فلوسي. مليكة قوم عايش اختي مليكة ساعتي قوم مليكة.
عربي مش هي امك عروسيه هذيك؟ وقعدنا بعد هيتام صار فيكم ما صار بعدي يا مرحبا يا ام عروسية مرحبا على سلامتك يا ام عروسية مرحبا بيك مرحبا مرحبا مينا خليت وجدت في غيابي يا سي مبارك واش احوالك يا ام عروسية ربي يطول لنا في عمرك ويشد لنا فيك أي. نحب نسمع الحكاية بالبي والتاي انا ام عروسية واش نحكولك واش نحكولك يا بنت الحنانة؟ هو شواط هو الشبان عربي اسكت عربي منعولة سبوك انت؟ صوتك انت؟ يخليني ساكت عربي خير انت اكبر بيوع والله ما كنت تعلم شو متهكاه الليل يا مسكينة ما كنتها كنتك وبنت ها؟ قطعوا لها شعيرات وفكوا لها الفتيل جيبوها لي زينب خلي نمزلها بسنيه فكلها الفاتح مالا قل لي لنا بها شطحت وردحت في الدويره كيما حب الخاتم الشفيه هاري الكرسي اللي قاعده عليها ذاك معيتنا بها ما يد عليه رجليه يهزيها وكا زينب ام عروسيه حنان شو نقولي تقولي صار مسيب كلب بكلوه اكا عزيزي تشفي علي ناي تايبه لله وهاي مرشومه لهني يا ليله العرس الا ما تاكلوا تبلع بالعين بكسوته وتقوموا صباح ما تلقوهوش ما تلقوهوش بلحات ليه وليها قال في عرسه لا يوريه ما كنا وينه مكبوب السعد وينه قولي كنت فا الا زينب نتاعك ما عادش تحط ساقها في داري فهمت بعدي وقدام ثلاثه خنتفرج ماذا بيك راني ما رجعتش جمله واحده اما لا غالب تجيك في الصبر تصبر هاني رجعت والرويق اللي سيبته في غيابي يلزمك تنساه ودار عمك الهادي يلزمك تنساها وكعقرب لحيوط المصفارة اللي زينب تشطب عليها بالقلم الأحمر انت ناسي لينا بطولي وبطنطولي مش نحضر لتونسنا ويومها عم انا وامي بس نخطب زينب بنت عمي ها مش يقولوا علي الناس وقت اللي نشطب عليها بالقلم الأحمر يقولوا كان دايخ وفايق خليني في دوختي مش نفايق منها زينب بنجمش ننساها ريحة قنوليا متاعها ما ننساهاش ناخذ لك ليليا بداية شرة قديش عاناتك وباش مشت بيك هكا جاتي المخ الهدرة عزيز المريض عزيز المصروح حرام فيه باش ياخذ دكتورة كبيرة بنت الحسب ونسب انتي تكرهها زينب على جرية قارية ومخها كبير مخها يوزن عيثة المغرى ويسوق الثلاث الكل تكرهها على خاطر باش تاخذ لي حقي منك باش ترجع لي رزقي اللي انتي باركة عليه نزينة باش نعرس بها نعرس بها تحبي وتلا تكري وباش نسكنها لهني وانتي بري روحي لبلادك تونس الله لا يوريك النهار اللي باش تسكن فيه العقارب في داري سحروك وكلوك اللي ما يتاكلش وفات فيك الفوت ولا بيتي يدخلوا لها عينك تخزر وبيت بوك اللي ما يدوروا فيها كل الملايكة اكل مصفارة تميل فيها وتستعدل انا ما عنديش بيي ما نعرفهاش ويا نخرج عليا من بعدي صيح اترفد ما عمرك كامل من صرعة لصرعة موت لوش حياتك أنا كعليش خرجتي علي أنت على خاطر أنا مزروعة مريض تهني ماما عروسية تهني وارتاعي مش دي مش نتصرع مش دي مش نهر مش دي مش نعيط أما نحط لك في بالك نتاين بنا غدا ولا غدا والعرس ما ونشي منها الصغار مولي عطيني عزيز شارد كما أبو بكر شارد كما منصف شارد وما غلي لك شنزكي مش تصرفيه وتطبعي بينك تبقى وتساوي تنسيسي يجيب لك دويك
تبكي باهي لك تبكي. حبك تخدم مخك. علاش زينب شاده فيك بيديها وساقيها؟ علاش جايه من تونس للحدود؟ على زينب كل حاجه. زينب فهمت لينا راجل الشيء اللي انت ما فهمتيهوش. يا عم ربي انا العروسيه، يا عم ربي انت تكريني على جنة من جبالتي الشيري بتاعك زي موظف الشارد. فيها توبه وفيها الاكلام نصيحة وجعت راس. انت زاده ما عادش تحط سيقك في الدار، فهمت؟ على خاطر الكلكم تغزلوا على المنصف، الكلكم تكرهوه، يا راكم تخلطوا عليه الكل، يا راكم تخلطوا عليه، يا راكم تخلطوا عليه. لاباس شو هو؟ عندك برشا السماء؟ ما جاش؟ برمش عايش خويا على روحك، هاكا فما برشا بلايص اقعد فيهم، خليني لاهي في عمي. عندك سيجارة؟ تاخو تفضل غالي تلبع رخيص. ما نحكي عليه في الليل. او مهدي يا سي لعاد قريب نغير. شكون هي هذه ليليا اللي على خاطرها قلبت الدنيا وسكنت في الجبال؟ تعرف زينب وامي كان يلقاو يفتفتوه وانت فيها قاعده جبتها لي مرتين ولا ثلاثه. اما شاب انا ولا هي؟ انت اشب اخت في العالم وهي اشب حبيبه في العالم. شي وقت في جدو يا مغياره. ايه مغيارة ومنحبش خويا تحبوا البنات. قالوا لي عليها بوزمة. ما تسمعش كلامه، انت ماكش كيفه، انت حنينه ومخك نظيف. عندي انا ليلي اكمل طفل خليقه وخلوقه. بون يلزمني نمشي تو. ماشي مهدي، حتى اليوم مش باش تبات بحذانا؟ باش نطلع لها شي. ما تخافش ما نبداش معاك، لازم نلقى طريقه ونركبها. قداش باش تقعد ما تجيش للدار؟ معرفش. رصاف شوف يزيني نلوج على ليلى ونلقاها ومن بعد نخطبها ونعرس بها. ريت قداش من حاجه وماني باش نستدعى لحد العرسي كان انت. ها يا دمت جيب لي قهوه. ما عدتش عاطي قهوه وتشال قال لي حتى لين تخلص عليه في الحساب الدين. لو كان ما شبحتكش على حسن ما نسر بيك شيء. ان عبد الله على سرحتك انت عارفك وانت شاب كتيب الشر. لا يا عزيز الشاب ما تسربينيش. مختار مختار شوفك الحاله ولا فيها ولد عمي مكتوبه فيها يمصوا فيه الدلويح ورزق لكل ملكاتك العزوز وانتم بدك تسير روسكم. اه يا ولاد الشارد مشت ايامكم يا فالح يدبروا روسكم. صحيت عادي صحيت ترد اعطيه قهوه من عندنا. انت الفالح انت الفالح لمسخ العريان تخلص قهوه لينا منك جوابه معايا كان لي نادت اللبي وانا والله العظيم وراس سيدي المغراوي يا نحبه ونحب ليه كل خير.
انت تحبني الفالح؟ احسيبي مولاي هنخزر لي من فوق. وتحبني كيف ولدك لطفي بالضبط بالضبط؟ اوه هو وليدي وانت خي وكيف وليدي؟ يكثر خيلك ابوي الفالح، حتى انا نحبك وعن جد نحبك، هاني باش نعمل لك دوش. اختار تو باش نمشي للحرس وما نحبكمش تدوموا علي خالص. يز يا سي عزايز راك كثرت لها وماشي يا سيدي. احترمني الاخراني عملت لها العار ولاد الشاي. لو كان جداك العزوز ما رباتكش احنا ياهلك وماليك طو نتولهوا بيك ونربوك. هاسي مختار ما تغشش روحك يا اخي عزيز ما تعرفهاش. نعم ربايه ركبه عزوز مجنونه جيب الرجال لي. العزوز المجنونه ارجل من اي واحد فيكم لهنا في الدوار. والله العظيم من خلطك على الفاتح. ريز روحك يا سايبه سايبه جاز سايبه. اقعد وركح روحك قهوتك علي انا. تريد عزيز وان شاء الله تعرف ما يحبش العرض في القهوه. ايه ايه اشبح اشبح يا المدام. هذا ايه همخ ولك في التنفس خلاص. حقهم ينحوك انت ويحطوا المدام شيخ تراب في بقعتك تو تشوف كل عام يجينا صاب. اشبه المدام امونيتر والغبار مين تسكع علينا خلنا صب. هذا معرض بيك حتى انا نهارتها ثم اشبح اشبح تو تشوفني اشبح. الفالح جدك الحفيانة يوروها في التلفزة تسمعوا فيها النقص هذا يشبط في جداي يرحمها عند 20 سنة من اللي ماتت. يخطونا قوي لما دام خذت الكلب وعندها ما تقول لي بالصفة هذه والإذاعة والتلفزة نشكرهم ياسر وكل اللي كتبوا وتصوروا وفسروا للناس أهمية المعرض هذايا نقول لهم يعطيكم صحيحتكم وربي يفضلكم وليداتكم. أنا باش ننشر الخدمة متاع ولدي داخل الجمهورية وكذلك في الخارج. نحب أقول لكم حاجة، أنا باش نعمل بقدرة ربي قبل ما نموت مؤسسة تتلهي بتصاور ولدي. المؤسسة هذه فيها متحف ومكتبة وكل مهما حاجة باش الجمهور يستنفع. هالمشروع هذا لازم نقوم به لو كان نعرف نحط فيه فلوسي على اخر فرنك. المنصف الشارد اللي هو ولدي ما كانش ولدي برك. العزوز مسحت شوارب الناس كل كان عبارة هاي سي عزيز هاي صديقي هاي قوم ساس كل شيء في الدنيا لا عاد عندك لا ما تكساب ولا ما تعلم. وكان فنان كبير برشا. راني قلت لكم حتما تجهنم مش تقمر بالسوارب وتعمل لكم معمل ثقاف مش تعرف وتعرف في الدنيا كلها يعرف ذوقي يعرف حاجات اللي تعجبني كان حنين برشا. يا درساف يهديك ويصلح رايك يا بنتي. نقص من القهوه راه دمك ولا بل ويزي نحي الكتاب هذاك من يدك
يزي من القرايه عايش بنتي شويه. قوم امشي تفرهد ولا اخرج ولا امشي للسينما ولا اعمل حاجه. يهديك باش على الاقل عندي الامتحان تبدا مرتاح. ماما زعما غدو الامتحان يجينا سهل ولا صعيب؟ ان شاء الله يا بنتي يجيكم سهل. هذاك اللي نقول لك شيء كل شيء حجر. ماما عندك طبع وجعت راس؟ اوكا في القجار في بيت اختك هي اللي باقي مسكره تنادي براسها. أمي. نعم شبيك ترصف البيتة؟ هي هيك مسكر على روحها البيت ومكبوبة على القراية. شبيك انت؟ شبي وجهك مبدل شفم؟ انت تعرف حياة أخت الزاهي؟ ليه منعرفيش؟ أنا الزاهي والمنصف كانوا يجيوني وقتها للدار. انت صغيرة بالكل، كنت ساعة نطيب لهم الكسكسي. يقولوا وقتها الزاهي عنده وقت، أما أنا ما نعرفش. أنت ياسها مناتك عروسية، بالك شي تعرفها؟ أمي اسمعني. شنو واش فما؟ والهدرة هذي راهي بالموت كان تطلع. يا بنيتي اسم الله خوفتني. شنو اللي فما زادة؟ لقيت في بيت عمي المنصف كرني مكتوب بالعربية. انتي كيف المذكرات؟ أيه؟ ساعات يصور فيه وساعات يقيد فيه الرنديفوات متاعو. في هذا ما هو شيء. رد بالك بابا يعرف ولا انا عروسية ولا الزاهي ولا اي حد. بالله يزي يا بنيتي يا اخي، توا انا من قاعدات الزاهي ولا من قاعدات ناناتك عروسية؟ يا بنيتي قولي شنو اللي ثم، راك سقطت لي قلبي. مالا شد عندك وما تدوخش. اش فما؟ هاك المصفارة ليليا. شبيها؟ طلعت بنت عمنا. ربي يفك على قتلي نفسني. انت على ما تكرهها الطفله وتحك وتفرك عليها بنتي حتى قلبي يولي الكهبي. شوه يا اخي نكتب عليك، الشيء مقيد بالباء والتاء في الكرنيه. سي المنصف عمي كان عاشق هذه حياه اخت الزاهي، عشقه متاع الف ليله وليله، وكان باش ياخذها كان ما عملش لاكسيدون ومات. واه يا غلبه يا غلبه يا بنيتي، من جد هالهدره صحيحه؟ ملا انت توا ليليا تجي لوزتك؟ لوزت تعزيها وخليها. كيف ما قلت لك الهدره هذي تموت بيني وبينك. الكرنيه لقيته في بيرو عمي المنصف مخبي في بلاصه ما تشيل بال حتى حد. الف الالف انا عروسيه في بلاش بالهدره وحتى حد ما في باله. بتيت غزيه يتبهنس وحاسب روحه وما يعرفش. انفا ما يهمش، عمي المنصف كان خايف من انا عروسيه يقول لها ولا ما يقول لهاش. ومن بعد قرب شي هاجر هو وحياه. وقت عمل الاكسيدون تاعو ليليا في كرش امها عندها 4 شهور. مصيبه مصيبه غلبه كبيره. بالطبيعه بنيتي مالك انت تكشف الهدره؟ ما هو باش راسي عادل لليليا تورث مع سي عزيز. مالش في بالك؟ ما عندها ما تورث وما نزيدش نوصيك.
تهنى يا بنيتي تهنى، سرك تحت الزربية. مش باش تزني لها الطفلة هذه يا ربي حلني. هيا بنيتي فيك يا بنيتي، هلي عيونك هلي عيونك. هيا هلي بنيتي هلي عينيك، سماك ربي هلي عينيك. ملا نهار مبروك. شنو هالمصيبة تانا؟ صعب نمشي المركز نخبر. شكونك انت؟ ها نبيك الموت. لو كان ما بعتنيش ليك القدرة كان التران تاع 3:15 يغطلك تغويص. خلينا حتى يجي تريني ليك. قرفت قرفت. كيف تلقى بكيف؟ هاي لا حول ولا قوة إلا بالله. الحي يا شعاني. زعما كنا فيه تأكل الكسر. يمكن نيتي اللي باين عليها عايشة على الغلط وعلى البسكوت. بلادي بالخس ولا كيف القطوس. اعمل الشفتين بنيتي اعمل الشفتين. ساعدي روحك تكون. قلتي لي من الاول راك شاهدتي. وينين؟ شكونك انت؟ يا ربي حتى تسيح من الشمس تسيح. اهلي اهلي ما عندك علاش ترقي. انت تو ميلوده جديده. ايه ايه وكان تعرفي التران 3:15 ايش يجر من فاقونات وراهم تاع سلعه. كانوا بكل يتعدوا على ظهرك. بعيد الشر على بنيتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. علاش عملت في روحك العمله؟ ما خفتيش من جهنم الحمراء؟ ما خفتيش من حساب ربي؟ ساعدي روحك بنيتي ساعدي روحك. شربت دواء النوم. بالي جيت البقعة خالية ما فيها حتى حد. يا اخي هاك طلعت لي انت. انت جهنم اني فيها انا توا علاش عملت لك؟ استغفر الله استغفر الله. ريدي روحك بنيتي. هاك التاي. ماك تحبي التاي؟ ازعد التاي. صح صح صح. ميرسي يا عم سسر. وعلاش ميرسي يا بنيتي؟ بكل التسخير من عند الله ومن عند المولى. الله يحسن العاقبة ان شاء الله. تسمك عندك سيجارو؟ لا بليتش ما نكيفش وبايك المول دي نف مالا هيدا حقت اللف اي دقي نفة. عدت هذا كيو